مساء الخير. ما دام الأبراج صفاتها مختلفة عن بعضها، إذا اللي هيأثر في ده غير اللي هيأثر في ده. باختصار كده في حلقة النهاردة، أكتر كلام، نوعية كلام كده بتأثر في كل برج، ممكن تخليه مستسلم، منجذب ليك، ما يشوفش غيرك، يحب أوي كلامك، ويا ريت تتعامل معاه دايما أو تتعامل معاه دايما بالأسلوب ده. ده هو موضوع حلقة. هنبتدي على طول، وثلاث دقايق بالعدد، 3 ثواني عفوا بالعدد، برحب بيكم وبقول للجديد عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، ونخش على طول على برج الحمل اللي هو برجي. اكتر نوعية الكلام اللي اثر فينا ويخلونا لا نقاومه صراحة المديح. بصراحة هكذب، رجل او امرأة، ولو في رجل حمل او امرأة حمل بتسمعني ترد عليها في التعليقات، بس نكون صادقين مع نفسنا. المديح في كلام كتير ممكن يأثر في النفس البشرية، ولكن المديح مع أبراج الحمل بيعمل عمايله شوي. أبراج الثور بقى، رجل أو امرأة، تلاقي دايما الكلام العميق، الكلام اللي ليه التقيل كده، مش الكلام الخفيف. يعني برج الثور، أبراج الثور، تلاقي دايما كل ما طريقة الكلام وأسلوبه ومعناه في عمق، في زقة لجوه كده، تلاقي النوعية دي تجذبهم قوي وتلفت ودنهم قوي ليك وانت بتتكلم. عشان كده بقولك، لو انت في حياتك حد من الابراج اللي احنا بنتكلم عنها دي، وعايز ان انت تلفت انتباهه وتسيطر عليه وتعلقه بيك وتبقى حاجة مميزة، حاول اغلب كلامك او ان انت تكسر من الكلام بالطريقة اللي احنا بنقولك عليها. الجوزاء، الكلام اللي هو فيه دعابة أو ظل خفيف أو إفيهات أو نكت أو كلام من هذا القبيل. لذلك تجد أبراج الجوزاء دايما ينجذبوا للشخصيات اللي هي من النوع ده، وهم برضو يردوا عليا في التعليقات لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم عامة. ولو شايفين الحلقة دي مفيدة وممتعة، يا ريت تدوسوا لايك عشان توصل لبقية أصدقائنا. شايفينها العكس، دوسوا ديسلايك، بس قولوا لي السبب رجاء. يعني كالعادة بسيبكم لضميركم، وكمان ملناش أي صفحة على الفيسبوك غير محمد أبو زيد عشان الناس اللي بتسأل. يعني نخش بقى على برج السرطان، رجل أو امرأة، أي كلام له علاقة بالرومانسية. لذلك أيضا تجد الأبراج دي تنجذب جدا للشخص الرومانسي أكتر من أي شخص تاني ممكن أنت تقابله في حياتك. أسد بقى، الأسد بقى، وما أدراك ما الأسد. السناء أكيد، كل ما تثني ويكون نوعية كلامك. لذلك تجد يعني أبراج الأسد تنفع قوي مع الأبراج اللي بتعرف تزوق الكلام زي الجوزاء، تلاقي التوافق قوي حلو بينهم. كل ما تكون من الشخصيات اللي هي بتعرف تثني على برج الأسد، الكلام ده ليه مفعول السحر على الأبراج. العذراء، الكلام اللي هو فيه معلومة أو فيه إفادة، الكلام اللي بيضيف لهم حاجة جديدة، الكلام اللي يحسوا إن هم ممكن يستفيدوا منه لما يتكلموا أو يتعاملوا في حياتهم. لذلك بتتعامل مع برج من الأبراج دي وعايز إن أنت تكون مميز في عينيك، اكسر من النوعية دي من الكلام. برج الميزان الهوائي يتشابه مع برج الجوزاء في نوعية الكلام اللي هو فيه دعابة، فيه ظل خفيف، إفيهات، ضحك، مرح، هزار. ايوه النوعيه دي بتجذبه. عشان كده برضو، ما هو التوافق اهو بقى، هتلاقيه بينجذب قوي للشخصيات اللي بتتمتع بالظل الخفيف اكتر من اي شخصيه تانية، عكس برج العقرب. برج العقرب دايما عايز كلام عميق، في شويه من برج الثور كده. كل ما كان كلامك عميق مش مفهوم شويتين، ملفوف 3 4 شويات، كل ما برج العقرب حب الطريقه والاسلوب دي. برج القوس الناري، الظل الخفيف يتشابه مع الميزان ومع الجوزاء. كل ما كنت مرح، كلامك فيه دعابة، فيه إفيهات، فيه دم خفيف تشده قوي غصب عنه، الجدي الترابي يتشابه مع الأبراج الترابية أو بعضها أو واحد منها. الكلام العميق المصحوب بمعلومة، الكلام العميق المصحوب بمعلومة. المداري اللي هو فيه احس ان كلام تقيل، كلمة طالعة تقيلة كده، ما يجذبوش قوي الدم الخفيف عشان تبقى عارف يعني، او ما يجذبوش قوي الكلام اللي هو الافيهات والهزار باستمرار، عكس مثلا الابراج اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده بتنجذب للنوع ده. الكلام اللي فيه معلومة يتشابه مع العذراء، الكلام العميق يتشابه مع برج الثور، الكلام التقيل يتشابه مع برج العقرب. برج الدلو الهوائي ايضا من الابراج اللي عايزه يعني الكلام التافه
او كثره الهزار حتى زياده عن اللزوم مش دي اللي ممكن تشده، لكن يشده ايضا الكلام اللي فيه افاده او الكلام اللي فيه عمق او الكلام اللي محتاج تفكير او اللي معناه مش واضح. ابراج الدال بتحب كده وتشغل مخها وتحس بسعاده او بلذه في حاجه زي كده. ابراج الحوت الكلام الرومانسي شور، اكيد الكلام الرومانسي، كل ما تكون انت شخصيه رومانسيه بتقول كلام رومانسي تجذب اكيد برج الحوت. بكده في حلقه النهارده يعني زي ما احنا بنقول كده نكون قدمنا لك خطوط عريضه في تعاملك مع اي برج في حياتك، بقى صاحبك اخوك جارك حبيبك حبيبتك زميلك اي حد عايز تبقى مميز عنده او ملفت عنده، ننصحك ان انت تركز على النوعيه دي لانها اقرب لقلبه ولعقله عشان تبقى عارف من اي طريقه تانية في الكلام. يعني لما تتعامل معاه لو انت عايز تجذبه وتلفت انتباهه وتخليه يروح يفكر في كلامه معاك، خليك مركز على الجانب ده من الكلام لانه شخصيته غصب عنه هو مولود كده، هو بيحب كده. اكتبوا لي ارائكم لاني بحب ان انا اقرا ارائكم في التعليقات. وتاني بقول لو شايفين الحلقة مفيدة وممتعة ريت تدعموها بلايك توصل لبقية أصدقائنا، العكس دوسوا ديسلايك ما توصلش لأي حد. الانستجرام الفيسبوك بنعمل بث مباشر يومي. برضو في النهاية كده سريعا، احنا عندنا قناتين غير القناة دي يا جماعة عشان الناس اللي هي بتسأل. قناة اسمها اسأل محمد وعيلته، ده أي حد عنده أي استفسار سؤال محير وعايز يشاركنا فيه يبعت لي المشكلة بتاعته على الانستجرام أو الفيسبوك، بعد ما يشترك باخدها بعرضها على أصدقائنا وبيقولوا آراءهم. تمام، وبكده بنقول درس مستفاد في نهاية القصة، وبنساعدك إن أنت بتاخد عدد كبير من الآراء تقدر من خلاله إن أنت تحكم على موقفك إن أنت هتعمل فيه إيه. وأنا دايما بقول ما اجتمعت الأغلبية على باطل، يعني اللي الأغلب هيقوله هو ده الصح، دي قاعدة ومعروف. وقناة تانية للكورة لأن أنا بحب الكورة وحبيت أشارككم، فاللي بيحب الكورة إلا عارف حد ممكن يحب الكرة يا ريت يبعت له رابط القناة دي ونبدأ ان احنا نتشارك. بالنسبة للفيسبوك والانستجرام بنعمل كل ليلة الساعة 9 الانستجرام ساعة كاملة تقريبا بس مباشر ندردش مع بعض وبناخد اسئلتكم، وبعدها بساعة ساعة كاملة طبعا بتوقيت مصر الساعة 10 على الفيسبوك نفس الكلام بندردش بقى مع بعض. حد عنده اي استفسار، حد عايز يتكلم معايا يقول وجهة نظر معينة يضيف اقتراح معين، بكون معاكم وبكون سعيد جدا وانا بتكلم معاكم وانا بشوف تعليقاتكم وانا بشوف كمان مشاركاتكم. انا بشكركم جدا على دعمكم وحبكم ليا وتفاعلكم ويعني حاجات كتيرة، وبصراحة مهما اتكلمت حاسس ان انا مش هقدر اقول اللي انا عايز اقوله، بس اكيد انا مؤمن بان ما يخرج من القلب يصل للقلب، وانا بشتغل على النقطة دي حتى في كلامي دايما معاكم، فانا مؤمن اللي انا عايز اقوله وصل لكم بشكل او باخر. الى اللقاء واتوحشوا.